على صعيد آخر، دعا سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس أصحاب الأيادي البيضاء إلى اللقاء على مائدة محبة في قاعة النادي الأرثوذكسي بمنطقة عبدون بالعاصمة عمان. وقد سلط سيادته خلال اللقاء الضوء على المركز الأرثوذكسي المجاور لدير السيدة العذراء في منطقة دبين بمحافظة جرش والأعمال الإنشائية فيه والنسبة الإنجاز التي وصلت حتى هذه المرحلة نحو 30% والاحتياجات المالية لتكملة البناء وتجهيزه. وعرض خلال الحفل فيديو قصير يبين مدى حاجة أبناء الرعاية في الأردن وفلسطين للمركز الجديد، وفيديو آخر شرح فيه بشكل تفصيلي عن مرافق المركز الداخلية والخارجية ومراحل البناء وغاية وأهداف كل جزء من أقسامه. وعقب عرض الفيديوهات ألقى المطران خريستوفوروس كلمة شكر فيها كل من ساهم ببناء المركز. كان هذا اللقاء لشرح الكنيسة الأرثوذكسية عن المركز الأرثوذكسي اللي راح يقوموا في بنائه بمنطقة دبين. هن الآن بدأوا في عملية البناء وتمت الانتهاء من 10% المراحل البناء، فنتمنى نحن إنه هذا المركز إنه يتحقق وينتهي البناء فيه قريبا لخدمة شبيباتنا وخدمة شبابنا وخدمة كنيستنا. بالفعل بعد الفيلم الوثائقي اللي تم عرضه في القاعة، هذا المركز يعني رح يضم فيه أقسام تربوية، اجتماعية، ثقافية، كنسية، فهو معلم حضاري ثقافي كنسي بحت. فنتمنى أن يتحقق زي ما أنا الحلم يتحقق إن شاء الله بمساعدة وجهود مجتمعنا المسيحي في وطننا الأردن والخيرين كتار والأيادي البيضاء كتار. فألف مبروك البدايات، وإن شاء الله كمان منقول ألف مبروك ليتحقق بحفل تدشين قريبا يصير. أنا سعيدة كتير اليوم بالمركز الأرثوذكسي، هو مركز شبابي، تجمع للشباب، شباب الأرثوذكس المسيحيين ولكل الطوائف المسيحية وغير المسيحية. هذا المركز بيمثل روح الأردن اللي فيها العيش المشترك، الوجود المسيحي بهاي البلد، والأردن اللي حمى هذا الوجود. والحمد لله إحنا بالأردن دائما كان في عنا حالة تلاقي وحراك وتفاعل، والمركز الأرثوذكسي عم بدعي الناس كلها لتقدم شيء لبناء هالمركز اللي بده يكون مكان زي ما قلت مركز مؤتمرات، أماكن للتأمل والتعافي والمحاورة والحوار. فإن شاء الله الله يوفق، سعيد كتير فيه.